باغتهم ان شاء الله بمثل هذه الكرات وبمثل هذه اللعبات اللي يجيدها لاعبي منتخبنا الوطني. كره على الجهه اليسرى لمنتخب تايلاند، تمريرات اماميه خليفه ممتاز، رجعت مره ثانيه لا زالت للمنتخب التايلندي، عاليه عرضيه سجل المنتخب التايلندي عن طريق تيراسيل. تيراسيل يسجل في مرمى منتخب خلصها خليفة، بعد ذلك رجعت تيراسيل طلبها والكرة في المرمى صعبة على خالد عيسى والتغطية لم تكن بالمستوى المطلوب، جزء من الدفع كان موجود بالخبرة من تيراسيل يسجل من خلالها هدف للمنتخب التايلندي. لا زالت المباراة ولا زال أبيض إن شاء الله قادر ترجع الكرة مرة ثانية في الوقت بدل ضايع لشوط المباراة الأول. الكرة للحسن صالح، الحسن روح يا حسن، الحسن عرضية مثالية عالية عرضية السلام، الهداف الأفضل والهداف الأعظم والهداف التاريخي. يسجل هدف التعادل في آخر 11 مباراة، علي بصمة دائمة، إما التسجيل وأما الصناعة، الآن علي يسجل هداف آسيا الأول بتمريرة عرضية من الحسن صالح. منتخبنا الوطني ينهي الشوط الأول بابتسامة في شوط أول لا يدعو للابتسامة، لكن منتخبنا الوطني في أسوأ الحالة. أمامية رجعوا على طريقة شوط المباراة الأول، خطرة لتايلاند أمام المرمى، لا زالت الكرة قائمة الآن تتخلص للمنتخب التايلندي بنفس الأسلوب بنفس الأسلوب. شوف 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 الكرات القطرية، هذه هي الكرات اللي يضرب فيها دفاعنا عالي يا ساتر. هدف ثاني لصالح المنتخب التايلندي، تايلاند تتقدم بالهدف الثاني. بانيا بانيا وهي باي شوف الكرة من وين بدأت، شوف كيف اللعبة، شوف العرضية، شوف 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 العمل، عمل كبير لتايلاند تسجل من خلال الهدف الثاني من بانيا، واحنا قلنا انها باينة في اللقطة الماضية. تايلاند تتقدم علينا بهدفين مقابل هدف واحد، هدفين مقابل هدف واحد.